مزيان ازيك اليوم اخويا جيتي عندنا واش هذا جيت عندك اخوك تبان لي كتشكر مزيانيه باش نمشي نهضر معاه دابا انت خدام هو راه خدام راك انت عارفني خدمه العماله اخويا نبقى ناعس غتبقى نقبل الجزراني ما غدير توز وجار ديني اش ندير قول لي اسمع قلت لك واحد الخدمه واعره احسن من هاد الخدمه فيها الفلوس اذا احسن من هاد الخدمه احسن من الخدمه اش بان لك معاك اسير مشيو حيدو من هنايا حيدو من هنا تعال الخدمه ماشي الفاس هاد تعال نسالي الفاس والبالا تعال تعال ماشي والو كان جو واحد الدريه تما مال الساق اللي حداه هذيك هي الخدمه ديالنا دابا انت باش تخرجنا للطريق ولا شنو شنو غير الفلوس ما غير الفلوس تعال اول بريكول هو هذا ثاني بريكول عندنا ياك ثاني تعال حركه صدينا لا الساك صاحبي فيه رزقه وما داير حتى حركه وكتشوف حتى حاجه ماشي هذا الساك صاحبي حتى شويه الديسك يدير انت شحال باش باغي تشوف ولا ما تشوفش شوف بحال هادنا حنا محمد خويا انا رجع عندك حتى حسن دي وحده العاميه انا ندي لها ساكه واش المريض انت ولا باش ترجعوا عامي ولا ماشي عامي شو يديها والحسه ديال العام غترد الساك منين هادشي معايا ردوا له سير اخو رد الساك ما غنمشيش معاك انا يلاه يلاه غادي تبقى حنين وقال في هادشي صاحبي اسمح محمد خويا انا اول مره بديت معاك ما بغيتش اخو ندي العام اش بان خويا اش نقول لك خويا غنمشي نمشي تما غتخرج عليا ولا حتى غتخرج عليا برا يا ديرني يا ديرني السلام عليكم شي بخير ترى ما كتشوفش مني اختي راه لقينا الساك طيح لقينا طيح الساك ديالك هاك يا اختي هاك الساك هذا شنو ما كيتكتش اختي واش ساكنه هنايا هو عطا عطاك الحماده ليا شنو غادي نمشي وصافي اش هادي لا نمشيو ديك شوف حالها محمد بغيت شي سير اخويا انا نوصلها حتى للدار انت وصلت لك وصلها شوف باش انا باغي نوصل انا بليزير اخويا بغيت شي سير لا بغيت نمشي وصل اخويا راه شوف حالها وصل انا بغيت نمشي اختي وصل معاك حتى واحد لا عادي لا وصلتك صافي مرحبا عادي انا ديال نمشي داركم قريبه من هنا شي انا دارنا قريبه من نوصلك في طريقه شي أنا ديال الدار اللي عطاتني المرأة ولا عطيتي لي هادشي هي ديال دارك ميك عندك في الصونيل لا لا خليها عندي المهم حافظة نمرتك حافظة عندها نمرت ماما نمرت ماماك عليها حتى أنت أنا قريب ليكم رانا هنا نولي نجي تحتاجيني في شي حاجة صافي ماشي دير 06 زيدي 91 زيدي 05 12 36 المهم انا نعاون صوني لك على ماماك المهم خليك الراحه هاد الساعه راه ماماك كتهبط عندك شكرا اخويا الله يسهل عليك ايوا تعطلت لك شويه دابا انتي علاش بخرج هاد العصا وانا معاك ورا ما كانش كاين صحابي غادي نجي الكلمه هي الكلمه ديال العصا ما تخليها هنا ولا فين تخليها العصا لا انا حيت انا معاك دابا عادي بلاصه العصا يلا نمشي ولا نمشي نحيدو من تخافي يدها شي حد انت دابا وليتي كتفكر عليا صافي انا نزمون انا نحيدو
عرفتك انتي تبدلت حياتي من ذا شحال عمري وين كنت دتي لحظة يوشك شعي وقي بخير بخير بس عليه بخير بشي مزيان بشي مزيان كدوزي مع شي قبل ما ضروري بخير 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 والقلب ملكتي كل جنية في سكنتي غير خلوها تركي ما تبغي ومن عندي راء وطوري زي أنا اللي بغيتها مول كي جاتك الدور مزيانة سنت عزيز عليه اللي يخرجك بحال هكا حتى ماما ما عندهاش الوقت باش تخرجني داكشي مول مزيان بغيت نقول لك واحد الهضرة قول مرحبا مول أنا راه غنغبر واحد الفترة وهاد الفترة غتكون فيها شي واحد المفاجأة لك زوينة فين تمشي مول غنغبر وصافي عندي شي لا غرادات هاد الغرادات غيعجبوك إن شاء الله مبارك راه ولفتك عاشي شناهي راه شهر وانا كنعافيك دابا شكون غيبقى يخرجني المهم ان شاء الله راه غنجي فهاد السيمانه واش ضروري دار خاصك تمشي لحقلو والقلب ملكتي كل جنيه في سكنتي عرفتك انتي تبدلت حياتي من ذا شحال عمري وين كنتي ديتي لحقلو والقلب ملكتي كل جنية في سكنتي اسمع فين اني؟ ها؟ فين اسمها؟ زيان بخير وادك؟ الله يحفظك شكشاوي ابدان ممكن عاود اخويا شاخويا الدرية هذي قلبتك علي وهي الدرية بقات لي حياة جاني نمتلك هادشي اش من حياة كانت عندك انت؟ اش من حياة؟ الحياة كانت عندي نهار ترافقت معاك انت مابقاتش حياة هادشي اسم محمد خويا راه شيرين انت كتبقى شيرين مو جيت بنقول لك الله ودير معايا شرا مو والو صافي نسافا اسم محمد خويا ديك الدريه مال ديك الدريه وحق الله عيني غنعطيهم ليها على قبل براءة وما كتشوش جاتني شويه يا صاحبي انت دغيا بطا عيني راه كنعرف دابا شهر وشي حاجه تقول لي دغيا اسم محمد خويا ديك الدريه دخلت لي الخاطر واش عبد الرزاق هذا اللي كيدوي معايا حب لك يدوي معاك اخويا انت راه كنبغيها صاحبي تحس فيها طايحة بزاف خويا عبد الرزاق كيفاش بلا غطي عينيك دابا شنو مالها هي دابا خاصها عملية ولا شنو؟ دابا هي خاصها عملية وطالبين منا دار وما خاصش واحد انت عارف وانا عارف وما خاصش واحد يتبرع لها بعينيك المهم انا خويا اللي راح ندوز مع ماما في هادشي غتبرع لها تبعينها دابا بعينيك دابا ولا كيفاش؟ تبرع لها سي محمد خويا دابا راه مخلي لها انا هادشي مفاجأة شنو هي المفاجأة دابا؟ شو عندك شريه اللي بغيت دير لها عمليه عندي هي دابا ولاش عندك هي سي محمد دابا خويا جيتك انا جيتي عندك باقي نقول لك هادشي هذا فهمت دابا شنو البلان من الاخر دابا قول لي شنو البلان ديالي كيما بدلني هو بدل الريحه انا غنبدلو هو هي نيت خويا عبد الرزاق جيال كدوز من هنايا كما قال لي عبد الرزاق ولكن جيال ديالي انا جيال ديالي انا ماشي ديال عبد الرزاق عبد الرزاق غيعطي العوينات ديالو وانا غتبقى لي الدريه كما خاني هي قال لي جي هي اللي الله يهديها هي هو جيال بخير شو يعرف شو يعرف زيد اجي 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 ما عرفتش شنو بعد ولا ما عرفتش ما عرفتك شكون انت مفاجاه كيفاش مفاجاه انا وداك الدري اللي كنت مع عبد الرزاق عرفت شنو اللي كان قلنا في البسطاء هذاك الساق طايح في الارض اجي نحيدو من الطريق اجي جي بوحدك شويه عاد في الطيطوار عاد شويه المهم بخير بعدا المهم مزيان ما كاين ما نخبي عليك ولكن هاد الهضره اللي غادي نقول لك ما غاتعجبكش قول شتي ديك الناس عبد الرزاق مال عبد الرزاق راه هو اللي كان شفر لك الساق ديالك
ممكنش علاش ممكنش؟ انا اللي كنت معاه، اللي كنت يعقل شي، انا اللي كنت معاه، كنت معاه بس. المهم انا شي كامل هو راه مشى وخلاك، وانا اللي غنتكلم فيك بهذا. هو راه قال لي غادي، ولكن هو راه مدير لي غير مفاجاه. مفاجاه راه هي مشى وخلاك، سمعتيني؟ ممكنش عبد الرزاق مشى وخلاك. واش قادر تمشي معايا دابا؟ نمشي عند الطبيب، واحد الطبيب زوين ديال العينين. علاش نمشي؟ انا اللي غنتكلم فيك بهذا العمليه ديال العين. بسطة وكلمة واحدة راه خاصنا نمشيو نقولو لماما، نمشيو نشوفو بعداك ونكون خير. ديك الساعة نعيط للوالدة عندك في التليفون. مزيان عبد الرزاق دابا تخلى عليا، عبد الرزاق ما خدامش. دابا العملية صفات لي علاش خفتي؟ غنحيدو من هنايا. علاه؟ غنمشيو نحيدو. قول لي علاه. هذاك خوني ضحك على هادشي. هذا عبد الرزاق؟ هذاك هو عبد الرزاق، شنو الله شنو داير لي؟ اش غنمشيو نديرو عند الدويرة نمشيو بحالاتنا؟ لا لا ضروري نهضر معاه. نمشيو بحالاتنا. لا ضروري غادي نهضر معاه سميتك ضروري. ما بقاش عندي معاه ودايرك هو داك الشيء. لا غادي دابا غنعرف شنو هو السبب علاش تخلى عليا وانا كنت محتاجاه. شتي ها هو شو كيقول لك؟ يلا يلا ربي ربي خلاص شوف. لا غنمشي وغنشوف. ماشي ماشي. يلا نمشيو لهنا. لا غادي نمشي دابا خلاص. سيري عند الدون غنتسناك لينا. السلام. عليكم السلام. عايشي اش كتشوفني؟ دابا انا جيت باغي نعرف حاجة وحدة علاش تخليت عليا من انك كنت محتاجة وكنت كتب. شكون انتي؟ قايشيش كتعرفني دابا؟ انا جيهان السيد جيهان. اه وليتي كتشوفك. اه وليت كنشوف الحمد لله بسبب صاحبك. شحال لك العمليه؟ اه الحمد لله بسبب صاحبي. بسبب صاحبك. شكون هاد صاحب؟ محمد. انا علاش وليت عمه؟ عمه كيفاش وليتي عمه؟ شوف انت عموما هذاك المستحيل على قولك، عطيتك عينيا عطيتك كلشي، انتي دابا كتجازيني كتقول لي ما فيك خير. ما في خير. تلاقيت انا مصاحبك ما قالش لي بحال تي، قال لي راه تخلى عليك وبدلك بواحد اخر حتى شتي عامل، وقال لي انا اللي غندير لك العمليه وغادي ندك عليك. انا اللي عطيتك عينيا ماشي هو. انا ما كنتش عارفه هادشي والله. ضربك حيت اش كذاب وعطاني عيني وانت كذبتي عليا. عطاك عيني؟ اه وانا عطيتك قلبي. قلبك سيركولو. اش نقول لك؟ طلق مني. سير حيت طلق مني الكذاب.